آج ہم مسجد میں داخل ہونے کی دعا کی مشق کریں گے باللہ العظیم اعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم من الشيطان الرجيم بسم الله والصلاه والسلام بسم الله والصلاه والسلام على رسول الله على رسول الله اللهم افتح لي ابوابا اللهم افتح لي ابوابا رحمتك رحمتك صدق الله العظيم